بداية أود أولا في هذا اللقاء أن يعني أتقدم بالتهنية للاتحاد البرلماني الدولي بمناسبة مرور 130 سنة على إنشائه، هذه المؤسسة العالمية التي اطلعت بمهام رئيسية بما يتعلق بتطوير العمل الديمقراطي والبرلماني في العالم وفي مختلف دول العالم. أعتقد أيضا من المهم التركيز على أهم لجنة في برلمان الاتحاد الدولي وهي لجنة التنمية المستدامة. هذه اللجنة التي تطلع بمهمات أساسية على مستوى العمل البرلماني الدولي، وهي تتعاطى مع قضايا مثل الفقر والتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي وقضايا المياه. هذه اللجنة أيضا في السنوات الأخيرة لعبت دور هام جدا على مسألة تحقيق شروط التنمية الاقتصادية الفاعلة وتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية على مستوى دول العالم، والتي تبناها البرلمان الدولي. نحن في هذه المناسبة نشدد على دورنا الفاعل كبرلمان بحريني، مجلس النواب البحريني، في عمل هذه اللجان المهمة على مستوى العالم وعلى مستوى البرلمان الدولي، ونتمنى الاستمرار بذات الحيوية وذات النشاط في عمل البرلمان الدولي العالمي. في البداية سنة أرفع يعني تهنى البرلمانيين الزملاء في العالم كله بهذا المناسبة العزيزة أعتقد على قلوب كل برلمانيين. الاتحاد دوره الحقيقة كبير في تعزيز العمل الديمقراطي والبرلماني على مستوى العالم. مشاركة البحرين في الاتحاد البرلماني الدولي منذ انضمامها للاتحاد في عام 2002 كانت باستمرار مشاركة قيمة وفاعلة، واستطاعت البحرين خلال هذه المدة أن تتبوأ مراكز قيادية في لجان الاتحاد. في وسط في إحدى السنوات أن تبوأنا عضوية 5 لجان رئيسية من لجان الاتحاد. نحن في البحرين أعتقد استفدنا كثير من هذا الاتحاد من خلال دعمهم للعمل البرلماني في البحرين، من خلال تقييمهم للعمل البرلماني في البحرين، مساهمتهم الفعالة في وضع أنظمة للحاسب الآلي في البحرين، مساهمتهم أيضا في دعوتنا بالمشاركة في أعمال الاتحاد في مختلف الندوات اللي تصير على مستوى العام. أنا سعيد بأنني شاركت في العديد من برامج الاتحاد البرلماني الدولي، وكنت عضو منذ الدور 116 منذ حوالي من عام 2002، وأنا يعني أتمنى في الحقيقة من كل الزملاء التي تتاح لهم الفرصة أن يساهموا في عمل الاتحاد البرلماني الدولي، سواء بالمشاركة الفعالة في عضوية الوفود أو بأعمال اللجان الفرعية، أن يستفيدوا من هذه المشاركة لتعزيز العمل البرلماني في البحرين. الجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي تجتمع مرتين كل عام. البحرين كانت لها مشاركة إيجابية منذ العام 2002، تمثلت في عضويات ورئاسة العديد من اللجان كلجنة حقوق الإنسان البرلمانيين. الجمعية العمومية للاتحاد الدولي تجتمع مرتين في السنة، وتحرص البحرين ممثلة في البرلمان في المشاركة في هذه الاجتماعات. لجنة السلم والأمن الدولي، طبعا البحرين حصلت على عضوية هذه اللجنة لمدة 4 سنوات متتالية. عمل اللجنة يتمثل في صنع التشريعات التي تحد من نشوب الحروب وتعزز السلم وتحد من نشوب الصراعات والإرهاب بكافة أشكاله. أنا حقيقة كانت لي تجربة أنا أعتبرها جدا مهمة وأضفت لي الكثير. من خلال عضويتي في اللجنة الثالثة للديمقراطية وحقوق الإنسان ممثلة عن الدول العربية في هذه اللجنة، ذكرني أنا تقدمت القرار بشأن إشراك الأطفال في المنازعات والمسيرات، وأيضا عن الأطفال المهاجرين الغير المصطحبين. وطبعا هذا القرار يعني لقى إجماع من الدول الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي، وكانت هذه إضافة جدا مهمة. وكل هذه القرارات التي تناقش في الاتحاد البرلماني الدولي إحنا تفيدنا طبعا كمشرعين. الاتحاد البرلماني الدولي لا علاقة وطيدة مع الأمم المتحدة في تحقيق يعني أو توصيل رأي الشعوب العالم إلى الأمم المتحدة، وذلك لتحقيق السلام والتنمية المستدامة لشعوب العالم.
هذه المنظمة مهمة لأنها بأمانة وبحق تعبر عن رأي الشعوب على المستوى الدولي. وفي الوقت ذاته مملكة البحرين على عضويتها في هذه المنظمة منذ تدشين المشروع الإصلاحي الذي دشنه سيدي صاحب الجلالة. مملكة البحرين وفي عام 2002 كذلك انضمت إلى الاتحاد البرلماني الدولي ودشنت بذلك دبلوماسيتها البرلمانية التي أثبتت خلال هذه السنوات الماضية بأن البحرين على رغم صغر حجمها الجغرافي إلا أنها مؤثرة لدرجة أنها الآن عضوة في 3 لجان في هذه المنظومة الدولية. أتشرف كذلك بأن أكون عضو في أحد هذه اللجان وهي لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين والتي كذلك رأستها لمدة عام. الاتحاد البرلماني الدولي منظمة مهمة لأنها لا تضع فقط التشريعات الدولية ولكن لأنها أيضا تقيس مدى رضا الشعوب عن هذه التشريعات الدولية على مستوى العالم.